هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة هذا المتن المبارك، متن الأربعين النووية. أولاً نريد معرفة أمور قبل الدراسة. لماذا قررنا دراسة هذا المتن؟ لأننا طلاب، والطالب لابد يرجع إلى العلماء، والعلماء رحمهم الله تعالى أرشدوا إلى دراسة الكتاب والسنة، ولابد أن يبدأ الطالب بالمختصرات التي نصح بها العلماء. وقالوا أن الطالب إذا أراد أن يدرس الأحاديث النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بمتن مختصر، يحفظ هذا المتن ولا بد عند العلماء، وبخاصة هذا المتن المبارك متن الأربعين النووية أمهات الأحاديث. احفظ فكل حافظ إمام. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما يصنع بأعدائي، إن جنتي في صدري. ثم تقدم معنا أن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أننا نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعمل بها، ثم ندعو إليها ونذب ونصبر ونذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقيقية. ما هي منزلة السنة؟ السنة قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتبين ما في القرآن. واعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بتدوين السنة، ثم بعد هذا قاموا بشرح الأحاديث النبوية، كما قام علماء التفسير بتفسير القرآن، قام علماء الحديث بهذه الأمور التي تكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حققوا الأحاديث ونقحوا الأحاديث وأخرجوا وبيّنوا لنا الصحيح من الضعيف. من هذه المؤلفات هذا المتن للإمام النووي رحمه الله تعالى. لا يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن من حفظ للأمة أربعين حديثا، لا يصح في حديث، لكن على ما تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى وضع لبعض المتون القبول في الأرض، مثال الذي ذكرنا من قبل الرحبية في علم الفرائض، ألفية ابن مالك في علم النحو، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، مثلا مؤلفات جعل الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض وعليها شروحات كثيرة. فنقول هؤلاء نحسبهم الله حسيبهم أنهم أخلصوا في وضع هذه المتون، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تبقى لهم أجور. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، بدأ بحديث عمر رضي الله عنه، ومن عادة العلماء علماء الحديث أنهم يبدأوا بهذا الحديث. بدأ به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبدأ الإمام النووي كذلك، وغيرهم من علماء الحديث.
لماذا؟ أرادوا منك قبل أن تبدأ بالدراسة أن تخلص النية لله، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فأرادوا منك الإخلاص، لأن العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ العلماء بهذا الحديث حتى تخلص النية لله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، كثير ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، بل أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للأمة منزلة هؤلاء حتى بعد الممات، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وأجمعت الأمة، أجمعت الأمة على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ضال، كافر، كفر أكبر. إذن أجمعت الأمة على فضل هؤلاء وخلافة هؤلاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب. ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من حمار أهله، استعمال الغلظة في موضعها. ذكر حديث عمر رضي الله عنه، النية، يتكلم عن النية الفقهاء وعلماء العقيدة، يتكلم عن النية من؟ الفقهاء وعلماء العقيدة. يتكلم الفقهاء عن النية من باب تمييز العبادات بعضها عن بعض. مثال: الآن هذا الرجل صلى ركعتين بعد المغرب، فالفقهاء يقولوا تنوي بهذه الركعتين ماذا؟ قال: أنوي بهذه الركعتين راتبة المغرب، أنوي بهذه الركعتين صلاة العشاء لأنني مسافر وأردت أن أجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم. إذا من يتكلم على النية؟ يتكلم عن النية أو على النية علماء الفقه حتى يميزوا الفريضة من النافلة وغيرها، ويتكلم عن النية علماء العقيدة من حيث إخلاص النية لله حتى لا تكون العبادة فيها شيء من الرياء وتكون بهذا باطلة. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، أي عمل، أشرك في معي غيري تركته شركه. إذن هؤلاء يتكلموا من حيث تمييز العبادات، وهؤلاء يتكلموا من حيث الإخلاص، وأن العبادة لا تقبل إلا بهذا، وضد الإخلاص في العبادة أن يشرك في العبادة أو يرائي فيها، فالعبادة تكون باطلة. إذن إما أن يتكلم عن نية الفقهاء أو علماء العقيدة. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة في كل العبادات، في الحج وفي العمرة وفي الصلاة وفي الصدقة وفي الصيام، في كل عبادة لابد من نية. يقول بعض العلماء رحمه الله تعالى: لو كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل أعمالا بلا نية لكان هذا التكليف ما لا يطاق. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تعمل عمل إلا بنية. فهذا من أن الشريعة جاءت بكل يسر. ولهذا
عندما يأتي بعض الناس ويقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم 27 من شهر ديسمبر صلاة المغرب مصليا في مسجد طارق بن زياد ضواحي باريس 5:25 بتوقيت فرنسا مصليا خلف الشيخ عبد اللطيف حفظه الله تعالى وجانبي عن اليمين فلان وعن اليسار فلان 3 ركعات هذا بدع. النية محلها القلب والتلفظ بها بدع، بل ورد هذا في الصلاة أنه لا تلفظ بالنية في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فكبر، ولم يقل له فقل اللهم نويت كذا وكذا في كل العبادات. إذن النية تكون في العبادات وكذلك تكون في العادات. قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك. إذا نوى العبد بالعادات التقرب إلى الله، مثاله نوى بالطعام والشراب الذي يشتري لأهله، أن الله سبحانه وتعالى يجازي على هذا، يؤجر يؤجر، لأن تلقى أخاك بوجه حسن فعندما يلقاه يبتسم في وجهه، يؤجر يؤجر، يتكلم مع أخيه وقل لعبادي يقول التي أحسن، ينادي بأحب الأسماء إليه، يقول يا أبا الحارث يا أخي، ينوي بهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يؤجر. إذن عندنا عادات وعندنا عبادات، إذن لابد من النية إلا ما يتعلق بأفعال التروك. يقول الآن مثلا لديه ثوب وهذا الثوب عليه نجاسة، وضع على الحبل ونزل المطر وزال أثر النجاسة بالكلية، هل يلزم نية في إزالة النجاسة؟ لا. قضاء الديون الواجبة، هذا الشيخ سعود عليه دين، فأنا جئت لصاحب الدين ودفعت وقلت بهذا سقط الدين عن سعود، يصح أو لابد من نية؟ لا يشترط هنا النية، مفهوم؟ نعم، هذا أفعال التروك يقول لا اشترط فيها النية. إذن يتكلم العلماء رحمه الله تعالى عن النية وهم على قسمين، فقهاء وعلماء التوحيد والعقيدة. الفقهاء يتكلموا عن النية من باب تمييز العبادة بعضها عن بعض، أما علماء العقيدة يتكلموا من حيث إخلاص النية لله، ولا بد من الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، إلا قلنا في أفعال التروك وتنوي لابد في العبادات، وإذا نوى بالعادات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أجر عليها. قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إنما حصر الأعمال يعني كل عمل بنية. عندنا مسألة يكثر السؤال عنها، الآن أحيانا تتوضأ في بيتك وتأتي إلى المسجد ولا تستحضر أن هذه الصلاة صلاة مغرب أو عشاء، الله أكبر وتدخل مع الإمام، ثم في وسط الصلاة يأتيك الشيطان أقول هل نويت بها المغرب؟ قال والله ما استحضرت عند تكبيرة الإحرام. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تكفي النية عندما أراد الخروج من بيته، وتكفي نية أنه أراد الصلاة في هذا الوقت، وهذا يقول لا يسع أحد إلا أن يقول به، ويصح أن تتقدم النية على العمل، لأن بعض الناس هدانا الله إياه عندما يأتي إلى المسجد تجده
يقول يعني هو يعتقد أنه لابد أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام، الله أكبر، ثم يشك هل النية كانت مع التكبير أو كذا. هذا تنطع، وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. متنطع متعمق متقعر متشدق، إما في الأقوال أو في الأفعال. ويصح أن تتقدم النية ولا إشكال في هذا، مفهوم؟ نعم. قال: إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. إما أن ينوي بهذه الصلاة التقرب إلى الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى يؤجر عليها، أو ينوي بها غير هذا الرياء أو السمعة فتكون باطلة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته، الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ومن العجب أننا نسمع في هذه الأيام أن الانتقال من بلد الإسلام إلى بلد الكفر يسمي بعض الناس هجرة. والهجرة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: هجرة من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت بفتح مكة، وهذا فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لا يمكن أن تعود بلد كفر، لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة. الهجرة الثانية من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة الثالثة أن تهجر ما حرم الله، تهجر العمل والعامل والأزمنة والأمكنة، تهجر العمل كل ما حرم الله، يتقدم هذا الشرك، والعامل الكفار وأهل النفاق، أزمنة عيد رأس السنة، أمكنة يحتفل بها الكفار بعدم احتفالاتهم، كما يقال مثلا هذا المكان فيه احتفال عيد رأس السنة في هذه الأيام مثلا. طيب، إذن يقسم العلماء الهجرة إلى ثلاثة أقسام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي قصدا ونية، نوى بخروجه وبهجرته نوى وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فهجرته إلى الله ورسوله. لماذا قال فهجرته إلى الله ورسوله ولم يقل فهجرته لما هاجر إليه؟ لأن سيأتي معنا القسم الثاني، هذا نوع من خرج وهاجر. في النوع الثاني قال: فهجرته لما هاجر إليه. لماذا هنا كرر وهناك أتى بالضمير؟ ولماذا لم يكن الحديث فهجرته لما هاجر إليه؟ هنا أراد أن يبين أنه في أول الأمر نوى وقصد، وفي الأمر الثاني حصل العمل وحصل له الحكم والأجر. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه هذا من فضل وأجر، أنه خرج لله، هاجر الصحابة رضي الله عليهم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا كل ما لديهم بمكة، أموال ودور وأولاد وزوجات وقرابة وعشيرة، تركوا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بل كان يخرج الواحد من الصحابة يريد الهجرة يأخذ منه كفار مكة كل ما لديه، ولا يبالي ولا يفكر في هذه الأمور في الدنيا، بل كان منهم من لديه أموال طائلة وأخذت ولم يبالي بها، أراد وجه الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. نعم، هذا نسأل الله العافية والسلامة، خرج يريد الدنيا، يريد النكاح، وبوب على هذا
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة المرء بعمله الدنيا، أن يريد الدنيا بعمل الآخر. الهجرة عمل آخر، لكن أراد بعمل آخر الدنيا، فيما يظهر أنه مهاجر وهو أراد بالنية النكاح أو المال أو الدنيا. نعم. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهذا فيه قبح وذم هذه الهجرة، ولم يكررها كما كرر في الأول. نعم. فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم. نعم. إذن هذا الحديث افتتح به علماء أهل السنة المؤلفات وأرادوا الإخلاص، وذكرنا أن العلماء يتكلموا على النية، إما الفقهاء أو علماء العقيدة، والنية تكون في الأفعال، أما التروك هذا يلزم فيها النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وأن الله سبحانه وتعالى كلفنا أقل مما نطيق، ولو كلفنا أن نعمل أعمال بلا نية كان تكليف ما لا يطاق. نعم. قال: عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، إذ طلع ذات يوم، لا يلزم أن نعرف هذا اليوم لأنه لا يترتب عليه حكم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظروا قدوم أحد، وبخاصة من الأعراب، بل كان بعض الصحابة لو قيل له صف لي النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه لم يتميز عنهم رضوان الله عليهم، حتى يدخل الداخل إلى المسجد يقول: أفيكم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا فيه بيان كيفية الدخول على العلماء والأمراء، وهذا أخواننا أمر مهم جدا. طالب العلم لابد أن يظهر أثر طلب العلم عليه، حسن اللباس وسط، يذكر علماء أهل السنة أن طالب العلم يكون في اللباس وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا يلبس كالمتصوفة الصوف في الصيف، أو يلبس ملابس رثة رديئة مقطعة، ولا يبالغ في اللباس ويلبس الحرير والديباج وما إلى ذلك، يكون وسط. وبهذا أخواننا أنا أرى البعض هدانا الله إياه، يعني بخاصة عندما يأتي إلى المسجد يلبس إلى يعني هذا الذي يلبس السروال المتسع وكذا. يا أخي الله سبحانه وتعالى قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لو ذهب لخطبة امرأة الله أعلم أنه لا يأتي بهذا اللباس، أو في ليلة الزفاف. هذا جبريل عليه السلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم، مع أنه سائل، لكن أراد أن يعلم الصحابة رضوان الله عليهم كيف يكونوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نأتي إلى المساجد إلى مجالس العلم. وقال: ولا أعرفه منا أحد. نعم. وفيه أن الملائكة لا يطيعون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. أمر جبريل عليه السلام أن يأتي لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل حتى تستفيد الأمة، سؤال أو أسئلة مفيدة
عليها مدار الإسلام والإيمان والإحسان، وسأل وأنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقاطعه، جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأدب متتعلما، وترى البعض متكئ يمد رجليه يلعب في الجوال ويصنع ويصنع. هل فعل هذا جبريل عليه السلام؟ الصحابة رضي الله عليهم. يا أخي، قال ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه في رسالة لابنه ذكر فيها يعني وصية بطلب العلم وكذا، وقال: وألخص لك هذه الرسالة في كلمتين، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام معلم، نتعلم منه ولا إشكال في هذا. فيظهر أثر طلب العلم على طالب العلم في لباسه، في جلوسه، في كلامه، في سؤاله، في إنصاته. حقوق ستة ذكرناها: في نفسه ومع زميله ومع شيخه ومع المكان ومع الكتاب ومع العلم. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. يعني ظهر عليه أثر طلب العلم وحسن البقاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. أخبرني عن الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة تشهد على ماذا؟ تشهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. تشهد بماذا؟ بأن لا إله، تقول بلسانك وتعتقد بقلبك وتعمل بالجوارح أن لا إله لا معبود بحق إلا الله، كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل. هذه الشهادة تشهد على أمر موقن منه 100%، ولا تشك في هذا طرفة عين. وتفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذا لابد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات، كفر وإيمان، تخلي قبل التحلية، لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبتا عباد الله وحده لا شريك له. وكما تشهد أو تجمع في شهادة أن لا إله إلا الله بين النفي والإثبات، لابد أن تجمع في شهادة أن محمد عبد رسوله بين العبودية والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن تقتصر على العبودية دون الرسالة أو الرسالة دون العبودية. تشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد، أي أنه عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية، لا استعانة ولا استعاذة ولا استغاثة به عليه الصلاة والسلام. أو عبد، أنه عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق، لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام، رد على المبتدعة. عبد لا يعبد، وتثبت له أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره بأن يكون رسولا إلينا عليه الصلاة والسلام. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة. وتقيم الصلاة، إقامة الصلوات المفروضة الخمس، وتجب على الرجال البالغين في الجماعة. نعم. ولا بد، وأقل ما يقال في حكم صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال البالغين. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يؤتى بالواحد منهم في حال المرض الشديد، يهادى به، يعني يحمل من الجانبين، يهادى به بين الرجلين. قال: ولا يتخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق. وحكم التخلف
عن صلاة الجماعة، من تخلف عن صلاة الجماعة وهو رجل بالغ عاقل قادر فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله عليه وسلم. نعم. وتؤتي الزكاة، تؤتي الزكاة، والزكاة إما زكاة مال أو زكاة بدن. نعم. وتصوم رمضان، تصوم شهر رمضان كاملا. نعم. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وياكم الحج. نعم. قال صدقت، قال صدقت، سبحان الله، هذا فيه أنه يعرف الإجابة. وأنت تعرف أن بعض الطلاب أحيانا يسأل حتى يعلم الآخرين، وهذا فيه محبة نشر الخير. قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. في هذا استحباب بشارة المسلم، وفي هذا أنه أراد تعليم الأمة بالسؤال، متعلم وطالب، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. نعم. قال صدق، قال فعجبنا له، يسأل ويصدق، يعني يعرف الإجابة. نعم. فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم. قال فأخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب والجوارح، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. خمسة أشياء، قول عمل اعتقاد يزيد وينقص. نعم. قال أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله أي تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وتؤمن بوجود الله، ودل على وجود الله سبحانه وتعالى أدلة إجمالية أربعة، والأدلة التفصيلية كثيرة جدا. العقل والحس والفطرة والشرع. العقل يستحيل أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون وما فيه من مخلوقات وهذا الانتظام البديع في الكون إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني الحس، تكون في كرب شدة وترفع يدك إلى السماء تقول يا رب فرجها تجدها تنفرج، هذا دليل حسي. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ونزل الغيث، دليل محسوس. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون إلى الصخرة تنفرج، دليل محسوس. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الرابع الشرع، وهذا كثير. وملائكته، الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأنهم عالم غيبي غابوا عنا لا نراهم، يطيعون الله ولا يعصونا، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب، نؤمن بهم إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. نعم. وكتبه، لابد من الإيمان بالكتب، وهذا يتضمن أننا نؤمن أنها كلام الله تكلم بها حقيقة، وأنها منزلة لا مخلوقة، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام، من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. نعم. ورسله، لا بد أن تؤمن أنهم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، أن الله أرسلهم وأوحى إليهم، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام، وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو والله كاذب وكافر، وكل من يصدق هذا فهو كافر مثله. نعم. واليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، تصدق خروج الروح وقبض الملائكة لها، صعودهم بها للسماء، عودتهم بها للجسد، تفتح وتغلق لها باب السماء، يسمع قرع عالم، سؤال الملكين في القبر عن الأصول الثلاثة، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة،
ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى وحوض النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. نعم. وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بمراتب أربعة ذكرها العلماء رحمه الله تعالى: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. علم أن تؤمن أن الله علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الكتابة أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. المشيئة للعبد مشيئة وإرادة، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العبد مخلوق، ماله مخلوق كذلك، والله خلقكم وما تعملون. نعم. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. أخبرني عن الإحسان. الإحسان ركن واحد، وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، وهذه أعلى عبادة، وهي عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك عبادة خوف وهرب، وتسمى عبادة المراقبة. نعم. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال فأخبرني عن الساعة. قال أخبرني عن الساعة، متى الساعة؟ نعم. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري متى الساعة، وكذلك جبريل عليه السلام لا يدري متى الساعة. إذن كل من ادعى علم الساعة وقال تقوم الساعة في يوم كذا أو كذا فهو كاذب وكافر، وكل من يصدق هذا فهو كافر مثله. نعم. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علامات الساعة. العلامات للساعة علامات كبرى وعلامات صغرى. نعم. قال أن تلد الأمة وربتها. اختلف الفقهاء في هذه اللفظة، في تفسير هذه اللفظة، منهم من قال انقلاب الأحوال، ومنهم من قال كثرة عقوق الوالدين، ومنهم من قال أن هذا في ملك من الملوك يكون له جارية يتسرى بها بشروط مدونة في كتب الفقه تنجب له ولد، هذا الولد يصبح في يوم من الأيام ملك مكان الأب، فأصبح سيد على أمه، أو يكثر الرق، المهم انقلاب الأحوال. نعم. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان، وهذا يعني أمر ترى اليوم. نعم. من ناطحة السحاب وغيرها. نعم. ثم انطلق فلبث مليا. نعم. ثم قال نعم. يا عمر أتدري من السائل؟ هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام من هدي عليه الصلاة والسلام في التعليم أنه يأتي بالمسألة بالسؤال عنها للتشويق، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المسألة، يقول أتدري من السائل، من هذا الذي جاء يسأل. نعم. قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم تقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأمور الغيبية يقال الله أعلم. نعم. متى الساعة؟ تقول الله أعلم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، صحيح؟ نعم. قال قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. نعم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. قال إذن هذا الحديث فيه الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة كيف يكون طالب العلم، وفيه أن الساعة علمها عند الله، لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام، وأن الساعة علامات صغرى
وعلامات كبرى، لأن الساعة أمر عظيم فجعل الله سبحانه وتعالى لها علامات. نعم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، هذه أركان الإسلام. نعم، الخمسة، وقد تقدم معنا في حديث جبريل، نعم عليه السلام، شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونجمع له عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة، وإقام الصلاة، الصلوات المفروضة الخمس، وإيتاء الزكاة، سواء كانت هذه الزكاة على البدن أو على المال، وحج البيت، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيله، وصوم رمضان. نعم، رواه البخاري ومسلم. نعم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. لماذا يقول هذا الكلام؟ هذا فيه فقه هذا الصحابي رضوان الله عليه، أراد أن يقدم بمقدمة قبل أن يأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا في مقتضى شهادة أن محمدا عبد رسوله طاعته فيما أمر وتصديق فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نصدق. وهنا في الحديث أمر غيبي، فقال هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجب في هذه الأيام أن البعض يسمع كلام المستشرقين أو كذا، وبعد هذا يقول هذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. سبحان الله، تصدق هؤلاء وتكذب كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. والبعض كذلك يقول هؤلاء اكتشفوا وقالوا بأشياء تصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، تصديق هؤلاء، تكذيب هؤلاء لا يؤثر فينا شيء. نعم، فالمسلم لابد أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. كذب هؤلاء، صدق هؤلاء، لا نبالي بهم. نعم، قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة، قال: أمتهوكون، أشاكون، أمترددون؟ لو كان، قال عليه الصلاة والسلام، موسى حيا عليه الصلاة والسلام، وفي رواية لو كان عيسى حيا لما عليه الصلاة والسلام لما وسع لن يتبعني. إذن ليس علينا إلا الاتباع، تصديق، آمنت، صدقت، سلمت. نعم، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. يجمع خلقه في بطن أمه نطفة، المني يقول تبقى منه يعني شيء، يبقى من المني شيء يسير، ثم تكون هذه نطفة. نعم. ثم يكون علقة مثل ذلك. علقة يعني هذه حشرة تكون في الماء، وهذه العلقة هنا يجتمع الدم يكون كالعلقة. نعم. ثم يكون مضغة مثل ذلك. مضغة يعني قطعة من اللحم فيما تكون اللقمة. نعم. ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه، وهذا من أمر الغيب، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فينفخ فيه الروح. لو سأل سائل عن الروح نقول: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، آمنا وصدقنا وسلمنا. طيب، كذلك الآن يكون نفخ الروح على ما ذكر الآن في الأحاديث أنه بعد 4 أشهر. إذن بعد نفخ الروح لا يجوز إسقاط الحمل بأي وجه من الوجوه، وإلا كان هذا قتل النفس.
وإذا وضعت المرأة أسقطت المرأة بعد 4 أشهر هذا لابد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويسمى ويعق عنه. ودون هذا إذا سقط فهو سقط. دون 4 أشهر لا يجوز إسقاط الحمل سواء كان دون 4 أشهر أو فيما يتجاوز 4 أشهر، لكن إذا تجاوز نفخت فيه الروح ويكون بهذا قتل نفسه. نعم. ويؤمر بأربع كلمات. يؤمر بأربع كلمات. نعم. بكتب رزقه. الرزق عندنا إما رزق عام أو رزق خاص. الرزق العام هذا يشمل كل مولود مسلم أو كافر، الطعام والشراب. والرزق الخاص الإيمان والتقوى والعمل الصالح، رزق من الله سبحانه وتعالى. نعم. برزقه. والأجل متى يموت، وهل الموت والحياة بحسب ما يتعاطى الإنسان من عقاقير أو على ما كان عليه الوالدين أو القبيلة والعشيرة؟ لا. نعم. وعمل هذا هل هو شقي أم سعيد؟ نعم. وشقي أو سعيد؟ أنا يعمل في هذه الدنيا ثم بعد هذا يجازى بهذا العمل، هل هو شقي أم سعيد؟ هذه الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلمها الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع. إذن لو قال لك قائل هذه الأشياء كتبت، الرزق والأجل والعمل، وهل هو من أهل السعادة يعني من أهل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، أو من أهل الشقاء نسأل الله العافية والسلامة يعني من أهل النار؟ ففيما العمل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت عليك أن تحسن الظن في الله وتقول اختارني الله سبحانه وتعالى وجعلني من أهل السعادة، أحسن الظن في الله. لكن هذا لابد يصدق العمل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهو في أمور الدنيا العبد دائما في أمور الدنيا يختار ماذا؟ يختار أحسن ما يكون. قالوا له لدينا وظائف، قال أنا أعرف أنا لي أعلى وظيفة وأعلى راتب وكذا، صحيح، فيختار في أمور الدنيا أعلى المراتب. طيب في أمور الآخرة من باب أولى أنه اختار أعلى المراتب. نعم. قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. هذا في التحذير من أن الإنسان يزيق عن الطريق المستقيم، ولأن الشيطان أقسم بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وفيه الاستمرار على الأعمال الصالحة، التجاء إلى الله يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفيه أن الإنسان يحرص الأعمال الصالحة، وإذا بدأ يوسوس له الشيطان لا يمشي وراء الشيطان، قد يختم له نسأل الله العافية والسلامة بخاتمة الشقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد. نعم. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. نعم. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن طريقة أهل السنة والجماعة أننا لا نحكم على إنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من مات على الإسلام نعامل على ظاهره والله أعلم بما ختم له، وكل من مات على الكفر نعامل على ظاهره أنه كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة ولا يعزى يعني أقرباءه. فهذا عمل طريقة أهل السنة. وقد يكون إنسان رأس في الكفر نسأل الله العافية والسلام كما كان البعض زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية ويتوب، فهذا ماذا نقول فيه؟
أنه من تاب تاب الله عليه. نعم. رواه البخاري ومسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى نكمل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يختم لي ولكم بالتوحيد. آمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.